موسى يدان وعاوز كور عاليه في، بص حضراتكم اهو كوره عشوائيه يحطها، بص حضراتكم السنتر هاف شريف رضا، شريف رضا كوره عشوائيه، مش قلت لحضراتكم اي هدف هيجي عشوائي؟ نشوفها مره تانية، ضربه حره مباشره وتتلعب وتعدي وتروح وتخبط، وشريف رضا يحط الهدف بالرعونه والقوه، انما هو هدف في الدقيقه 7 من الشوط الثاني. شريف رضا في الدقيقه 7 من الشوط الثاني يتقدم الجونه بهدف لشيء وسط انطلاقات بدون حذر دفاع. اهو بص اتشاطت، بصوا مشت اتخبطت هنا هنا هنا، هوب 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 في حراسه سنترافات النادي الاهلي. ادي حسني تعدي الكوره تروح بيدوروا عليها، والقوه هنا والسرعه. وبرده سعد سمير حاضن الراجل، في عاده سيئه جدا انت بتحضن الراجل من ورا ليه يا عم؟ ما تلعب على الكوره، بص ماشي وراه اكبر لعيب في الملعب شريف رضا، وهدف